لكن خليني يا دكتور بعد ما برحب بحضرتك طبعا اهلا بحضرتك. ان انا ابدا اسمع القصه، يعني انا نفسي متشوقه ان اسمع القصه، يعني ما حبيتش ان انا اروح لاستاذ عبد العزيز قبل الحلقه عشان ابقى بالنسبه لي يعني القصه اول مره اسمعها مع حضراتكم على الهوا دلوقتي. استاذ عبد العزيز، كل اللي انا اعرفه من معلومات ان هي قصه مش عاديه خالص، مختلفه جدا. 15 سنه تحديات. 22 سنه. 22 مش 15، 22 سنه. طب احنا محتاجين نسمع، انا مش هتكلم خالص، اتفضل. هو في البدايه انا برحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين. بدايه ادماني هي كانت رحله طبعا صعبه جدا، عانيت زي ما اي حد دلوقتي بيعاني، عانيت معاناه صعبه. حكايتي مع المخدرات ابتدت وانا سني 17 سنه بالسجاره العاديه، كحب تجربه مع اصدقاء السوق. كنت بروح معاهم اشرب سجاره بعيد عن منطقتي. سجاره عاديه ولا سجاره مخدرات؟ عاديه خالص. بعد كده بدات اقعد على القهوه عادي بقى ونشرب حاجه، لقيتهم بيشربوا ادويه من الصيدليات، شربت معاهم. كله حب تجربه وكل حب استطلاع وكله عايز اعمل زيهم وعايز اعمل كبير. مشيت شويه وقت كده وبدات اخش في مخدرات تانية. دخلت في مخدر البانجو، قعدت اشرب فيه لدرجه ان هو ما بقاش يعني يعمل معايا دماغ، يعني بقيت اشرب ما اعملش دماغ. اي كميه ما بقتش اي دقص. كميه ما بقتش تعمل دماغ. دخلت على اقراص المخدره على البرشام، بقيت اشرب وازيد في الكميه. وبصراحه يعني كنت باذي نفسي، كنت غاوي اقطع شرايين ايديا احتجاجا على حياتي، ما اعرفش ليه يعني، ده الحقيقي بصراحه. قعدت شويه وقت كده ودخلت في الهيروين. وكانت من هنا دي الطامه الكبرى بقى، يعني اللي خسرتني كل حاجه. رحلتي مع الهيروين ابتدت عادي زي اي حد، وكنت فاهم ان انا اقدر اسيطر على المخدرات، لكن اتضح لي ان انا ما عنديش اي سيطره ولا عندي اراده خالص ناحيه الكلام ده. فضلت اتعاطى كده عن طريق الحقن لحد ما فقدت عضو في جسمي. فقدت حته من ادمي وفاكر كده منظر، يعني ان انا كنت حاطط دم في رقبتي، كانوا بيوصلوا لي الدم لان انا فعلا ما كانش عندي عروق. انا بتمنى الاول ان امي تسامحني على الكلام ده. مفيش اسبوع وقطعت رجلي تاني لان برضو ضربت غلط تاني. والحقيقه ان انا اتبهدلت، فلوسي راحت ومالي راح وقيمتي راحت كرامتي راحت وحياتي كلها راحت. كنت متجوز واحده زوجه تانية على مراتي، وكنت مخلف منها ولد وبنت. الست كانت بتتصل بيا بتقول لي ابنك تعبان محتاج نقل دم، بقيت اقول دي مجنونه. كنت بتهمها بالجنون لحد ما في يوم لقيت امي بتتصل بيا بتقول لي ابنك مات، تعيش انت، كان عايز دم ومحدش لحقه. رحت دفنت ابني وانا مش فاهم حاجه، وعامل بقى ان انا الاب اللي المفروض يعني عايز اتخانق مع امه. طب اقعد شوف بنتك، قلت لهم لا، ورجعت مارست حياتي عاديه جدا. كان كل ما حاجه تعجبني اعملها، ما كنتش فايق انا في ايه ولا ايه. بعت كل حاجه في بيتي الحقيقي، يعني حتى الحوض بعته. ما كانش عندي حاجه خالص، ولا باب ولا شباك. كنت من اثر العمليه دي بمشي على عصايا كده عكاز. كان كل همي ان انا اقوم الاقي الضربايه بتاعتي او المخدر بتاعي، لو ما لقيتوش بتبقى يعني ايام مش حلوه خالص، تبقى لحظات سودة على الكل. كان اللي بيني وبين مراتي هو يعني الاكل والشرب والولاد وخلاص، غير كده انا كنت ممكن اهينها واعذبها. هم قالوا لي ما تقولش الكلام ده، بس انا يعني مصر ان انا اقوله. يعني كنت اعورها،
يعني كانت لي علاقات طبعا طبعا بسبب اندفاعي يعني. كانت لي علاقات كتير كلها غلط وكلها غير شرعيه يعني. كنت بضحك على نفسي، ما حدش ضحك عليا قد ما انا ضحكت على نفسي. وكان لما حد بيقول لي في تبطيل انا كنت بقول له لا انت كذاب، مفيش الكلام ده، هي اسمها بطلني، ما تخليش حد يضحك عليك، ده بيستثمروا فلوسهم في الكلام ده بس. عانيت كتير قوي. و ايه اللحظه اللي جات لك اللي خليت ان انت تقرر ان انت تسيب كل الكلام ده كله وان انت عايز تتعادل؟ والله اللحظه دي انا عمري ما هنساها بصراحه. انا فاكر ان انا رايح اجيب اداه من صيدليه وداخل عند الدكتور، والدكتور يعني عرفني يعني ربنا يجازيه كل خير يعني. الراجل لقيته بيقول لي يا ابني اتصل ب 16023. قلت له مين رقم مين ده يا دكتور؟ قال لي ده رقم الخط الساخن. قلت له هيعمل لي ايه؟ هيعمل ايه الخط الساخن ده؟ انا مبلي، انا بالنسبه لي انا مبلي، انا ما كانش عندي ثقافه ان ده مرض، انا كنت طول عمري عارف ان ده قصور اخلاقي او كنت عارف ان بسبب البيئه او بسبب التربيه او بسبب اي حاجه، ما كنتش اعرف اصلا ان ده مرض خالص. لكن هو بعد كده انا عرفت. اتصلت فعلا بالخط الساخن ده بصندوق مكافحه علاج الادمان، ربنا يا رب يخليهم لي، الناس دي سبب حياتي بجد. انا مش جاي بعمل لهم دعايه او حاجه، بس الناس دول سبب في حياتي، كل حد يعرفني يعرف كده. اتصلت فعلا ووجهوني على اقرب مستشفى لسكني، ورحت واتقابلت مع دكتوره سماح برديسي الاول، وبعد كده اتقابلت مع الدكتور الجميل الانسان الدكتور هشام جمعه، وبناء عليه عملوا لي اجراءات الحجز. دخلت، وفاكر ان انا كنت اول تجربه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اني اكون حد فائض عضو في جسمه وهم يقبلوه. وفروا لي ساعتها كرسي متحرك في القسم اللي كنت فيه، وفريق علاجي جميل جدا بصراحه، ناس عندها روح الانسانيه بجد. مش بيشتغلوا، مش موظفين يعني، مش ممرضين موظفين، لا لا لا، هم فعلا دول ملائكه، ملائكه للرحمه بجد. حسسونا باخوه معاهم وحسسونا ان احنا اهل. خلصت فتره علاج قد ايه؟ المفروض هي 3 شهور. خلصت فتره العلاج وبدات احضر يوم اسمه يوم الدي كير في المستشفى كمتابعه اسبوعيه لينا. لو حد عنده مشاكل بنقعد مع الدكتور هشام او الدكتوره سماح بنتكلم في اللي يخصنا يعني، وبنحاول نلاقي حلول في الكلام ده. بعد شويه وقت كده من حضور المتابعات الجميله في المستشفى دي، بداوا يعلمون حرفه. كان نظام اسمه الدمج المجتمعي، وقالوا اللي عايز يتعلم حرفه عشان مش هينفع مثلا يروح لشغله القديم تاني، احنا هنعلمه. فكتبت اسمي عادي يعني، عايز اجرب يعني اشوف الناس دي هتقول لي ايه. رحت فعلا ادوني دوره في صيانه الموبايلات، وكانوا بيدوني اجر عن كل يوم بروح في الدوره ده. وبعد ما خلصت الدوره ادوني شهاده ان انا فني صيانه موبايلات، وادوني معدات، شنطه كده فيها عده وحاجات كتير كده. شهاده معتمده؟ شهاده معتمده، كانت بالتعاون مع وزاره الصناعه تقريبا. ان انا فني صيانه موبايلات، وادوني شنطه معدات فيها الحاجات الخاصه بصيانه الموبايل كامله، واتعلمت وبدات امارس ده في بيتي بصراحه يعني، بوظت لهم كل حاجه بصراحه. شويه وانا حللوا لي عندك فيروس سي، طب انت لازم تتعالج. فلقيت ان الناس يعني هم اللي بيخلوني اروح مكان مثلا معمل معين، اروح اعمل التحاليل واتوجه على مرضى مستشفى معينه، وبدات ان انا اخد الجرعات بتاعه فيروس سي، اتعالجت منه الحمد لله بفضل ربنا ثم فضل صندوق مكافحه وعلاج الادمان. حياتي كلها هناك. النهارده انا اليوم اللي ببقى صابح رايح فيه المستشفى انا كاني يعني خارج خروجه جميله جدا. لاني بروح اتقابل مع اسره بجد حقيقيه بتخاف عليا زي اسرتي كده واكتر شويه. بقعد مع دكتور هشام، بقعد مع دكتوره سماح، بقعد مع المتعافين، الناس الجميله جدا دي اللي هم دلوقتي انا بقول عليهم صفوه المجتمع. النهارده انا ما كانش عندي اي مبادئ، النهارده انا عندي مبادئ.
ما كانش عندي اي احترام، فانا النهارده عندي احترام. كنت زوج وحش، النهارده انا زوج كويس. كنت اب ما يتاخدش منه خالص، يعني ما ينفعش يتاخد منه نصيحه، النهارده انا فعلا اب محترم، ابن بار بامي وابويا. يعني عايز اقول لك بقيت مسؤول ومنتج في المجتمع، بقى ليا شأن، بقيت حلو كده اهو.